قال عز وجل عن إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلو قال قائل: كيف تضل كثيرا من الناس وهي جماد؟ وصريح هذا في كتاب الله عز وجل، إذ قال عليه الصلاة والسلام: قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فقال عز وجل عنه: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال عز وجل عنه: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فالجواب أن هذه الأصنام لما كانت أداة للشيطان في إغواء بني آدم نسب الإضلال إليها. ولذا قال عز وجل عن إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان، مع أنه كان يعبد الأصنام. وقال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان.